إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بالأجر وغفرت ذنبه وغفرت ذنبه وغفرت ذنبه. يا رب يا رب يا رب، اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، واجعل مآلنا إلى جناتك، واجعل مآلنا إلى جناتك. إلهنا إلهنا إلهنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا في فراق شهرنا هذا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. يا رب العالمين إلهنا إلهنا، هؤلاء عبادك أتوك يرجون رحمتك ويطلبون مغفرتك. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك،